عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورشتي عمل مع رؤساء ومسؤولي البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية وشركات التطوير العقاري بالمملكة، وذلك لبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وذلك بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والمسؤولين بمصرف البحرين المركزي. وخلال مشاركتها أكدت سعادة السيدة آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الحكومة خلال المرحلة الماضية ساهمت بشكل فاعل في توفير الآلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة، وتحديدا منذ إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية، الأمر الذي يؤكد جدوى الرؤى الحكومية بشأن تطوير السياسات والخطط لتحقيق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مضيفة أن الوزارة استقبلت منذ طرح هذا البرنامج في عام 2022 أكثر من 9000 طلب للاستفادة من تمويلات تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة، وأن 80% منها تعود لمواطنين راغبين في تحويل طلباتهم الإسكانية من الخدمات التقليدية إلى الخيارات التمويلية. وقد تمكنت الوزارة من تلبية أكثر من 60% من تلك الطلبات بشكل فوري، الأمر الذي يحقق الهدف من هذا البرنامج. وأضافت الوزيرة أن مشاركة البنوك والمصارف التجارية في هذا البرنامج ساهم بصورة فاعلة في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. من جانبه أشاد سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونجاح المبادرات الإسكانية الحديثة. في سياق متصل أوضح السيد خالد حمد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي أن المصرف ملتزم بمواصلة التعاون والتشاور مع الوزارة والبنوك لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات الداعمة للسكن الاجتماعي. هذا الاجتماع التحضيري كإعداد للمعرض الثالث للتمويلات الإسكانية اللي راح إن شاء الله بيكون في بداية فبراير، واللي لمسنا فيه نجاحات كبيرة خلال الفترات السابقة، وخلال هالمعرض إن شاء الله بيتم تدشين أحد يعني بيكون تدشين منصة بيتي في شكله الجديد، واللي هو يعتبر أول يعني من ضمن الحلول الرقمية اللي يعني يسمونها البروبتك اللي هي الحلول الرقمية في قطاع العقاري، وهاي المنصة راح تجيب المطورين والممولين والمستفيد النهائي اللي هو المواطنين المستفيدون برامج إسكانية في مكان واحد، من خلاله ممكن يختارون الوحدات، ممكن يشوفون التمويل. الجميل في المنصة أنه بتكون حلقة وصل بين المستفيدين المواطنين وبين المطورين والشركات العقارية، بتسهل بشكل كبير بحكم أنه صارت أونلاين وكذا، فأنا أشوف أنه بتزيد من شريحة المستفيدين، والحمد لله رب العالمين ما قصرتم في المعرض، يعني كفيتون ووفيتون وعطيتون التصور الكامل يعني.